من الصدرية ما كاين الركود التجاري اللي كاين دابا، الركود ما كاينش كاع اللي بيشترى، كاين ارتفاع العرض وانخفاض الطلب، وتقريبا جميع انواع كاع السلاح بحال ديك البصرية عندنا اللي هي الصدرية باش كيبيعوا فيها، وكاين اللي كيبيعوا 36 34 دابا بحال ديك بصح حنا شريناها راه شريناها بدرهم وكنبيعوا فيها بالصدرية، دابا الصدرية اللي كنخص الصدرية كتمشي لنا في لي ديكا زايد الخدامة والصير تقريبا دابا الفويا شرينا تقريبا شي مليون بيدينا شي 100,000 ولا كاع اللي بيتصور دوك لي ديكا راه هما اللي الخسائر ديالها راه فينا شريناها تما، وكاع كنا كنشريو الكراجي وداك الشيء شرينا شي 400 مليون ديال الصعيبة دينا شي 200 مليون هاد العام، شريناه في بني ملال شي 200 مليون بعد مشينا هاد العام نسأل الله السلامة والعافية، هاد العام ديال الخسارة بجميع أنواع السلاح كلشي هاد العام فوندو لا مهايا لا عنب لا الليمون، المهم الليمون شريناه ب 140 كيباع فيه ب 90، المهايا شريناه ب 100 كيباع ب 70، العنب شريناه ب 100 كيباعوا بدرهم 30، هاد العام سبحان الله العظيم ديال الخطية، هاد العام من الدخول ديال 2024 وكاين الركود التجاري وكاين أزمة كاين لا كريز فهمت لا كريز ايكونوميك كاين هاد العام، من عطيهاش من الناس هاد العام ما ضحاوش، مولف العيد الكبير حنا كنبيعوا فياج في نهار قبل العيد الكبير هاد العام يومين الأخرى ولات عندنا الخطية في العيد الكبير، وشكون السبب؟ هو كاين الأزمة الناس ما ضحاوش ما كدوش للضحية، ومن 2024 تقريبا وبلا من المخطط الاخضر ومن خطه الحكومه ديال خنوش حتى هي خرجت على الوقت، لا شتا لا كاين الكوارث والزلازل والفيضانات والسخونيه والحباس الحراري والانكماش الاقتصادي والامراض والاوبئه ما شفنا معاهم الا ما نقول لك لا اله الا محمد رسول الله ما شفنا معاهم شي خير. الثمن اسيدي كاين من 30 ريال حتى 46 في المليح، كاينه بصله لامونمو 30 ريال وكاينه بصله ديال فاس مليحه 46 44 حتى 40 ريال. كندوي على هاد الكاليتي هذا استاذ إيه؟ انت هادي دابا 46 44 لا السوق السوق من اولو هكا داير الثمن ديالو، السوق ما طالع ما السوق بدا ب 30 وطالع، دابا قلنا لك المليح 46 ريال 44 البصله من 30 ريال بحال بحال، ملي بدا الموسم ديال البصله ملي بدات الموسم ديال بيه ملال 30 ريال وطالع البصله، ولكن حبات ملاح كاينه 44 46 ما نقص والو الثمن كما بدا الموسم باقي الثمن في المتناول، بصله كاينه من 46 حتى 30 ريال كل سلعه والثمن ديالها على حساب الجوده، لا من البدايه ديال الموسم الثمن هو هذا كاينه 30 كاينه 36 كاينه 40 كاينه 46 44 في حالة ان ديك السلعه البيضاء البصله البيضاء هي اللي دايره 50 ريال 40 ولتحت حتى 30 ريال، كاينه سلعه درهم ولكن هذاك الشيء درهم كيمشي يعني شويه الديشي كاين فيها الديشي شويه الجوده راه باينه، الناس اللي كيدوا مثلا سلعه ديال 46 44 40 راه كيدوا الجوده شويه، الناس اللي كيدوا سلعه 30 و26 و28 راه كيدوا السلعه مخلطه شويه يعني كتكون سلعه درويشه شويه معنا ها 60 ريال 70 ريال اللي كاينه في التسقيط في على برا يعني على في يعني الناس اللي كيمشيو كيسقطوا السلعه كي من 70 حتى 60 باش كيسقطوها حتى هما ما شادينش شي ثمن اللي هو طالع، المهم 70 60 قليله 4 درهم المحلات اللي كيديروا 4 درهم، اما في الاسواق الاسبوعيه البصله 70 ريال 60 ريال 60 ريال هي اللي جاربه العمل، كانوا عاطينا مع الكوطا يعني كاينه شي عدد كاين عندها واحد النسبه اللي عاطينا اللي ما كانتش البصله يعني اللي بيشري شر يعني كان عاطينا واحد النسبه مثلا شي 8000 طون ولا شي حاجه عاطينا لهم كله كل واحد عاطين واحد النسبه باش كيخرج كيصيفط لموريتانيا كاين البلايص اللي كيمشيو ثاني السنغال كل بلاصه عاطينا الكوطا ديالو الحساب الحريفيه والحساب ان احنا كنسولوا كذا كاين الموجود في كل شيء كاين الموجود كاين الخير دابا حاليا البصله كاين الخير نعم كاين الخير وتقدر ما يعني ما تقدرش تحكم يعني الخضره ما كتقدرش تحكم عليها تقدر البصله تكون فيها تقدر تكون يبان لك فيها الموجود وفي الاخر دير ثمن ثاني شويه طالع على يعني حساب الجوده الا كان الجوده كاينه مزيانه راه كيكون كيبقى الثمن مزيان ولا كانت الجوده قليله ولا المليح قليل يعني راه تقدر الموسم في شهر واحد وشهر جوج تقدر تلقى البصله 100 ريال او 6 درهم او 7 درهم لا 10 ريال درهم ما كاينش سلعه يعني خامجه هذيك ديشي ما كنديروش حنا داك الشيء ما تقدرش دير داك الشيء انت هذاك الشيء ما نقدروش نديرو حنا يعني ثلاث ايام ما نقدرش تعطي هذيك البصله مثلا ديال 10 ريال ودرهم هذاك الشيء الا جينا نهضرو خصو يمشي للبهايم ما خصوش يمشي للمواطن